فلا يسع القبيل جهله بطوارئ الجهاز العصبي والكبد. دي المسجز اللي هحاول اديها طول المواضيع اللي انا هتكلم فيها. مش هتكلم في الموضوع ان دبث، مش هقول كل التفاصيل، ولكن انا اتخيل نفسي ان انا موجود، ان انا واحد لسه تحليل جديد في وحده ومحتاج وحد بيستشيرني استشاره سريعه او عيان خط قدامي او جانب اي طريقه ازاي اتصرف في الاول كام ساعه لحد ما العيان ده يقابل اكسبرت او سبيشالست في التخصص ده. تمام؟ عشان النهارده هنتكلم في خمس مواضيع سريعه. اهم موضوعين فيهم اول اثنين الاكيوت ابدومينال بين، اكيوت ابر جي اي بليدنج، اكيوت لور جي اي بليدنج، اكيوت هيباتيك انكفالوبي والجي ار اي فول بادي. تمام؟ يعني على قد ما نقدر ممكن دول اهم خمس مواضيع في الامرجنسيز. الحاجات اكتر من كده بكتير، ولكن ايه احنا عايزين زي ما اتفقنا الحاجات المهمه. اكيوت ابدومينال بين اي ثينك ده اكتر سيمتوم ممكن حد يدخل بيه طوارئ او حد نقابله في وحده او في اي مكان. البين الابدومينال بين تحديدا يعني. طب هو اكيوت ابدومينال بين ده اكيوت قد ايه؟ From few hours to few days. هي نقطه خلافيه شويه، لكن طالما الموضوع تعدى اسبوع او اثنين احنا بدانا ندخل في الكورونيستي. تمام؟ طيب انا الكلام ده هيبان دلوقتي وهنحاول زي ما اتفقنا في الموضوع باختصار علشان نعدي الفايل بتاعنا. اهم حاجه في البين لما نقابل عيان الاناليسيس بتاع البين ده، شكل البين عامل ازاي علشان اقدر اوصل لتشخيص او اوصل لمعلومه اقدر بناء عليها على الاقل اريفير العيان لمين. الصايد الاونست والكورس والديوريشن، البين ده بدا امتى؟ ماشي ازاي؟ بيزيد بيقل ستيبل؟ وقته والوقت اللي قاعد فيه قد ايه؟ مكان الوجع، اكيد الكلام ده كله خدناه قبل كده في الشيب بتاع البطن. الكاركتر راديشن الان انكريز والان ديكريز والاسوشيشن. واهم حاجه اي ثينك ان هي هتفرق جدا جدا موضوع الاسوشيشن سيمتومز. ابدومينال بين يا جماعه ده تقريبا عرض ممكن نقول كل حاجه. وكميه الاورجنز اللي في الابدوم هي تقريبا معظم الاورجنز بتاع الجسم هي كلها في الابدوم ما عدا اللنج والهارت. كل حاجه هتعمل بين. فاللي هنقدر نفرق بيه نعرف العيان ده هيمشي ازاي غالبا الاسوشيتد سيمبتومز. طبعا كل معلومه من دول لها اهميه وده اللي هنشوفه دلوقتي، ولكن فكره الاسوشيتد سيمبتوم ده اللي هيفرق في الغالب. طيب تعال نشوف ايه الكوزز بتاعت الاكيوت ابدومينال بين. الاسباب دي متصوره من كتاب اوكسفورد تمام بتاع الجاسترونترولوجي، ولكن انا عملت هايلايت كده على الاهم فالاهم. تمام؟ عامه الابدوم ده في ايه يا جماعه؟ هو اللي في الابدوم هو اللي هيعمل اكيوت ابدومينال بين. تمام؟ اما ان هو جنرالايز ابدومينال بين وده اهم حاجه هتعملها البروتونايتس والفاميليا ميدرينال فيفر. انا هقول كل حاجه بس هقول الاهم في الاهم بعد شويه. او لوكالايز. طيب الحاجه اللوكال او الاورجنز اللي في الابدوم ايه اللي يخليها تعمل لي وجع؟ اما ان هي انفليمد، اما ان هي اسكيميك، اما ان هي تروماتايز. تروماتايز دي انا مش هتكلم عليها خالص، دي شغل جراحه. فانا هتكلم اكتر ان هي يا اما ان هي انفليم، يا اما ان هي اسكيميك، او لو تنفع تتزاد تبقى مسدوده. تمام؟ فده اللي هيعمل في الغالب اسباب الاكيوت ابدومينال بين باختصار. فاحنا اسباب جنرالايز زي ما اتفقنا اللي هو البروفيتال داسكس والبروتونايتس والفاميليا ميدرينال فيفر. اللوكالايز كوز بقى ابندسايتس، كوليسيستايتس، كولايتس، بنكرياتايتس، شويه لو في اكيوت هيباتايتس احيانا، لنفادينايتس، اي حاجه ايتس تنفع تعمل اكيوت ابدومينال بين. زي ما اتفقنا كمان الاورجنز اللي ينفع تتسد لو حصل بقت اوبستراكتد هتعمل بين، زي ايه؟ زي اليوريتر. اليوريتر لو اتسد بالستوما هيعمل بين. الكومن بايت دكت هتعمل بين. الساند اوبستراكشن طبعا هيعمل بين. تمام؟ كمان اكتب انا معلم برضه على اكتب بريجنسي. الاسكيميا زي ما اتفقنا زي فكره الاتصال الاسكيميا، سبيلنج بقى انفاركشن وهباتيك انفاركشن اسباب اقل شويه، تورشن لسيست فولفولس اسباب اقل شويه، ولكن الاتصال الاسكيميا دي حاجه مهمه. الاكسر ابدومينال الفانكشنال ديس اوردر اللي هو السبب الاخير ده مهم جدا يا جماعه. انا دلوقتي هرتب لو حتى في ترتيب الافكار انا عمال اسرد بس الكلام كده بس هديك ترتيب الافكار دلوقتي. الفانكشن يا جماعه ديس اوردرز اللي هي الريتال باول جاست والجاسترايتس والحاجات الفانكشن ده الموست كومن. انت لازم تبقى بتفكر في ده
ده ديفرنشال دايجنوز اول ذا تايم، وبعد كده يتحط معاه اي حاجه تاني مهما كانت السيفيرتي، مهما كانت السيفيرتي. تذكروا دايما ان البين ده حاجه ثريشولد تختلف من بني ادم للتاني. انا ممكن يبقى وجع جامد جدا انا ما يفرقش حد تاني يصوت منه. في حته التعديل مهم جدا ان انا اقدر السيفيرتي، ولكن برضو كل حاجه تنفع. فحته الفانكشن ديس اوردر اول ذا تايم كيب ان مايند، ده ما يخليكش تستعطل بقيه الشكاوي، ولكن دايما حطها في بالك. تمام؟ انا هرجع لكل سبب. كمان حاجه اقول حاجه ثانيه بمره لكل سبب بتكلم عليه سريعا، الاكسر ابدومينال كوز، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. يعني ايه؟ افراط الكوز ام اي مهمه جدا جدا جدا. انا راجل بتاع هيباتولوجي جاسترونترولوجي، جالي عيان 50 سنه هايبرتنسف، وانا ما كنتش عارف بس جاست جايب بجسر البين وبقاله يومين وبيروح وبيجي وبيخف فرشه على البروتين بامب انهبيتور، شكله ايه؟ جاسترايتس. تمام؟ قلت له علاج وزودت له حاجه بس عشان هو شكله تعبان. الراجل ده كان بلدياتي، فكانت له علاج على الساعه 4 العصر كده، على بالليل كانوا بيدعوا عليه في الجوامع. ايه اللي حصل؟ كريم اهو، كريم اهو مش هخصتوش جاست ان انا يعني شكله بيت اهو، هو كل الوجع ده جالي قبل كده وكنت باخد العلاج، وانا مشيت الموضوع على ما يبدو النظام ساعتها في المعلومات، وكان شكل الكوكب بتاع البيم فعلا كان شكله يدي عادي ان هو جاسترايتس. فاحنا يعني انا هحاول ازود شكوككم شويه في المحاضره دي، ان احنا في قواعد اساسيه انا هديكم المفتاح للموضوع ده. احيانا الموضوع فعلا بيبقى مس ليدنج بطريقه فظيعه. عيانة تانية 40 سنة ديابيتك وجات تكشف عندي برضه بقى لها 3 أيام بترجع وعندها بجستر بين وترجيع. إيه ده؟ جسترايتس. قضيت على البي بي أي المدينة وعالجتها على آخر يوم لنا جاي لاستقبال الجامعة. ديابيتك كده فيزيك إيه؟ تمام؟ أصبح نديك إيه كمان؟ بتعمل أكيوت أبدوم. يبقى ليه ما هو؟ والبيزر ليمون والميروتيكال كوز احيانا والميتابوليك كوز زي الدي كي اي والهايبر كالسيميا، الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. ولكن مش كل عيان هنقعد نفكر بالطريقه دي، ولكن انا هدي دلوقتي مفاتيح ازاي هنقدر نفكر في كل حاجه. طيب احنا هنرجع للاسباب المهمه بقى، هتكلم على كل سبب مهم في عجاله في 10 ثواني تقريبا. البريتونيتس ده عيان اللي هو العيان عنده جنرالايز سيفير ابدومن، عنده جاردنج وريجيديتي، بطنه اسمها بطن سيرجيكال، دي ما تتغلطش. ده عيان جاي لك سويتي جدا ستريسد جدا، بطنه بتلمسها بيصوت، فده ما فيهوش كلام. تمام؟ اي ما نلاقي المنظر ده بيفير جراحه، ما تفكرش سيرجيكال ابدومن بيفير جراحه، تندرس وريجيديتي عنيفه ما فيهاش شغل. تمام؟ طيب الليكولايزد ادرونال بين اللي هي ادرونسايتس والكولسايتس وكل حاجه بتقول على حسب المكان بتاعها، لازم ابقى انا عارف السايت بتاع البين، كلنا عارفين الادرونسايت شكلها عامل ازاي، رايت ايليك بين مع تندرنس وباو تندرنس، الكولسايتس ده انفلاميشن في رايت هايبوكوندريم، برضه يا جماعه نفرق امتى اقول للعيان ده كولسايتس وامتى يبقى بين ريكوليك عادي. المده، لو العيان الوجع بتاعه سيفير وبيقعد فتره اطول مش بيرسبوند بسهوله، ده انفلاميشن كولستايتس. لو العيان الوجع بيجي خمس دقائق وبيروح، ده كالكولر بول بلاتر عاديه. تمام؟ كل ما تزيد السيفيريتي كل ما يزيد الوقت، فرايت هايبوكوندريال بين يسمع في الظهر واحيانا يسمع في الكتف ويزيد احيانا مع الاكل واحيانا يسمع الجاستريك، ده كله وجع الكولستايتس. مهمه جدا جدا جدا. وجع الرينال كولر، الرينال كولر وجع فين؟ وجع في الجمع. تمام؟ بيسمع في الظهر احيانا ومعاه احيانا حرقان في البول وبيجي فجاه شديد جدا وممكن يختفي فجاه. تمام؟ ده الكاركتر من الوجع الرينال. خلاص؟ دول اهم انواع كثيره بتيجي، البيتا كوريك، الرينال كوريك، بالاضافه طبعا زي ما اتفقنا ان اهم سبب لسه هنتكلم عليه بعد كده اللي هو الفانكشن ديزوردرز العاديه اللي هم ايه؟ الكاستريتس والبيتا كوريك. دول رقم واحد لحد 10 بيكونوا اكثر من بعض 10. الوجع بتاع الظهر او الوجع اللي بيسمع في الظهر ده ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى ريتا والمر، ممكن يبقى ريتا كوري، ممكن يبقى رول بلاتر، ممكن يبقى ماسكولار بين. مهم جدا موضوع الماسكولار بين ده يا شباب. ليه؟
انا عمال اقول زي خواطر ان الموضوع بصراحه كبير، فانا احاول اقول تجاوب الخواطر ان شاء الله. المصدر الغيب اي وجع بيزيد مع حضرتك ده مصدر، يعني ما ينفعش عشان يجي لي وجع في جنب من ورا وانت هتلاقيه كاتب لي وجع ده جريان كوليك، لا مفيش وجع داخلي في الغالب بيزيد مع حضرتك، بيزيد مع حضرتك بيزيد مع النفس، ده الوجع مصدر كتير جدا جدا جدا. بلاقي العيان رايح لحد يقول لك مثلا في ظهر كان مرارة ويقول له ده ايه؟ ده بنيا ريكولي. بمجرد ما كشف عليه الصمام وشاف عنده جول بدر ستونز. ماشي هو عنده جول بدر ستونز حاجات بس مش هي اللي عندها مشكلة. تمام؟ قصة الدكتور جدا 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 ودي هتطلع من الحاجات اللي بتقعد تنسى على الشغل. الدكتور كده ان شاء الله هتبقى حضرتك هتبص على الزمن الهاي. تمام؟ ولكن انا عايز اوصل رساله في قصه تاكيد ابونا البيت، هي الرساله الاهم. استبعد المشاكل الكبيره وبعد كده ربنا هيسهلها. تمام؟ ايه هي المشاكل الكبيره؟ اولا اي عيان اون ذا بيت عنده سسبكت اي هيلث ورك اوف مايكروبيال اسكيميا لازم يعمل ريسيرش. ما فيهاش شغل. عيان هيبرتنسف بايوبيتك اي عنده اي فاميلي هيستوري او عنده ابونا البيت مش هتخسر حاجه من راسك. مش بقول لك اعمل مهمه عيال، مش بقول لك واحد عندها 20 سنه وجوزها مزعلها ونيجي نقول لها ان انا اسمي مش منطقي. ولكن اي حد فوق 40 او فوق 50 وعنده قدر وعنده ديجاستر بيك وعنده اي هيستوري لازم اخد من هيستوري بيك حتى في العيال بتاعته لو كان سكيل هو بايوبيتك وهيبرتنسف دي مهمه جدا جدا. استبعاد والمرض عن المصايب، انا بقول لك طبعا عن المصايب، العيال اللي هو راجل خطوه، يعني عيال من الكوره كنت في خطوه مش هيعمل تمام؟ لكن عيال من المصايب او من المصايب خلاص؟ الرقم ده تشوكر، اي عيال بقى ياخد منها هيستوري، لو كان بقى لازم يعمل له رقم ده لو هو جاي من بلاستيك بين وممكن، مهمه جدا جدا، في عيال كتير جدا فلسفه شافتها بتيجي ايه؟ ومش كلها هتيجي مصر. فاستحسن لو العيان جاي لك ومش ريسبوندنج على رجعه حتى قبل كده مش هتخسر حاجه لما تعمل الرد ده كله. تمام؟ السكيورتي سيرجيكال بروسس هي السكيورتي اللي مفضل ان انا اخلص سمعي اذا في اي سبب جراحي في الموضوع عشان تكون شاشه الجراحه لو هي ايمرجنسي في مصيبه غالبا. النقطه طبعا الكتاب بريفنسي اي في البيت في الشارع البيت مليون لو انت مش متجوزه السكيورتي بريفنسي لو في سبيل دون البيت خصوصا لو في اي يعني ما تديش مسكنات الا اذا انت متاكد، لو انت متاكد ان ده لينا كوليك هو ده هو رامي ستويد، لو انت متاكد ان هو بيتني كوليك ده هو رامي ستويد فعلا. فالفيها وانت بس شاكك بقى في الديزاين شاكك في حاجه ماسك الدايجنوز وعطيت رامي ستويد لا يا عم بلاش. ودي حاجات بلازموليتكس وحاجات خفيفه كده وتفرج عليها تشخص صح فيما بعد على مهله. تمام؟ المهم عليك حتى لو انت فتحت عياده ما يجيلكش شريك في مقابل انت ما تضيعش عليه فرصه تشخيص ممكن تفرق معاك جدا 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 في شاشه صغيره تقلب مصاريف. تمام؟ برضه بالمناسبه هنت تاني انا هقول لكم بس قصص من اخطاء الواحد بيتعلم. عيال 40 سنه حته الارتا بالباور بقى دي مهمه جدا. الارتا بالباور بقى والجاستريتس هي المشاكل اصلا الاكثر شيوعا، يعني لو واحد تخلف من عياده 10 عيانين هم 8 9 عيطان المشاكل دي اصلا مشاكل فانكشنال وواحد بقى هيطلع رينا اللي يطلع بيتا اللي يطلع حاجه مختلفه. تمام؟ كان جاي لي في مره عيان وانا من كتر الاكسبيرنس مع شويه مع قصه الابدومين الفين بقى يعني حتى ان انا بحاول اوضح عليه ان هم شكلهم هيدي ريتابل داون وجاستريتس دايما العيان ده بيبقى عنده سايكولوجيكال ستريس. فعيان جاي 40 سنه مش دايبيتك ولا هايبر تنسس ما حدش في عيلته عنده اي هيس ولا اي مشكله جاي الابدومين الفين بقى له اربع خمس ايام وكشف عند الزميل مش متحسن وعمال ياخد في علاجات دول بي بي ايز وسبازموتكس انا بتاع الاي في قلت يمكن يتحسن والراجل شكله سايكولوجيكال ستريس بطريقه عنيفه جدا وشكله باين عليه ان هو ايه احنا بنعمل ايه سايبر وعمال يجمع عياله وبيكتب الوصيه بتاعته افعال بقى بتاعت اللي هو ايه هو راجل مؤسس يعني تمام اللي هو
لايق قوي على الهواء بتاعي انا، الهواء اللي انا بحبه في العادي كله، هو ايه؟ الهواء اللي بتطلعش في سايكوزك على الستيبل، تقول له حاجه عن زيادتك يعني بتحسنها. خلاص؟ عملنا اعطيته العلاج قعد يصور نفس الوجع. طيب تعالى اعمل لك منظار، دخلت المنظار مفيش مشكله، مش اكثر بقى تفصل الوجع الرهيب ده. طب انا كنت جنبك برضه من الحظ الحلو هو قريبي برضه. حتى بقى شايف انت الراجل ده الوجع مبالغ فيه جدا، والراجل بطنه كويسه جدا ونفس ما فيهاش اي مشاكل، والقبر عنده من كويس، يعني يطلع راجل فقري وعنده مسنتريك اسكيميا مع انه 40 سنه ما عندوش اي ريسك فاكتور. عملنا سيتي مسنتريك انجي طلع اكيوب مسنتريك في نص كارثه. الراجل ده كان هيدخل في السنه الجديد تمام لو ما اتلحقش، وقدر ربنا دول ان هو قريبي وانا بس تجنبا من وجع الدماغ معاه عشان ما يقعدش يوش عليا ومعاه تليفون قلت امشي معاه اجريسيف. حاجه غريبه. فالواحد برضه ما يوقفش بالجمهور على عواهنها ويقول له ده سايكو بقى وما بيتحسنش. عيان عنده سيفير ابدومينال بين بليز ريسبكت الكومبلين. يا عم هيطلع معاك خمس ست سايكو في النص وانت عمال تلعب معاه اجريسيف زاد على اللزوم، بس معلش هنركز على الفيلم. احترم شكوى ده العيان، عيان مش شكل وشكوى واضحه ريسبكت الكومبلين. تقريبا انا اتكلمت على موضوع الابدومينال بين، معلش الموضوع فعلا كبير جدا زي ما قلت لكم انا حابب اسوي خواطر عشان نعرف نلم الدنيا في معظم الحاجة. دلوقتي هدخل على الايتم الثاني الابر جاي دي. انا برضه عايز اتكلم الحاجه اللي تهمك انت كواحد عايز يستفاد من المستشفى وعايز تاخد هنت سريع وتعرف تاخد قرار الحقيقه عندك تعمل له ايه حاليا. ايه هو الابر جاي بليدنج؟ هو بليدنج فروم اني بوينت فروم ذا اسوفيجس اب تو ذا دودنم، او بمعنى اخر ده كان توفتريت في الدودنم تمام. طب تعريفات تانية، هيماتيمسيس ده بومتنج بلاد مليلة مليلة بلاك سوب ستون، يعني يقول لك بروسس بس ناشف. لا ده مش مليلة، ده عين بياخد ايرن بياخد اي دراج يعمل له كده عنده سيفير كونستبيشن يعمل له بروسس لازم يبقى اسود واسهال تقعد توصلها كده للعيان، ومش اي اسود اسود انا بقول لك البلاك بتاع الاسفنج تمام، هو المنظر ده بتاع المليلة اسود فحم. طب انا بقول عايز اصوره له ليه؟ وانا عندي هيعمل المنظور ده مش هيعمل، هعمل له حاجه يعتبر الى حد ما انفيزيف، فلازم الكلام يبقى واضح. طب الهيماتوكيزيا اللي هي الفريش بلاد بالريبتوم، يبقى المليل ده براز اسود ده براز مدمر. هيموكتاسيس كف اوف بلاد، تعالوا بقى نقول النقطه اللي بتحصل وبتروح على ناس كتير وبتروح عليها شخصيا بعد يعني الواحد من قريب الحياه كنت بتروح عليه لما كبر وبدا ياخد الثقه بدات تروح عليه. كان في واحد جاسوس واحد من الناس بيقول لما كنت في بدايه الشغل ما كنتش بغلط، لما كبرت بقيت خبير بغلط. ليه؟ ثقه. هو في الاول كان بيحاسب على خطواته كويس جدا ويطبق التعليمات صح 100% ما كانش بيغلط، لكن لما كبر وخدت الثقه بقى بيطنش شويه حاجات تمام؟ فانا دي النقطه انا في مره يعني بعدي عيانين مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه. عيانين من عند كونسلتنت جاسترونترولوجي واساتذه كبار بتاعتوا لي عملوا لهم التراسوسي بسبب ان هو عنده موبسس. يعني هو عمل ابر وعمل مزار معده ومزار طوله 100 مره وقال له لا غالبا سبب سمول انتستن وبعتوا لي عملوا له التراسوسي. حتى ما كانوش اصلا. هو اساسا الانتروسكي ده مزار سمول باور، هو العين سمول باور مش هيجيبها هيماتيمسيس اساسا. تمام؟ مفيش تاني معلومه لازم نوصل لها، مفيش هيماتيمسيس وذاو مليلا. الاصل في الاور جاي بليدنج هو المليله وليس هيماتيمسيس. الاصل هو المليله تمام؟ لو عيان قال لي عندي هيماتيمسيس وذاو مليله بص يا اما يطلع هيموبسيس يطلع عيان شيست يا اما يطلع عيان من كتر السيفير فومتنج بيعمل شويه الوشنز او تير على اللور اسوشيال ميكوزا اللي هي ما بتسمى المالريفايز وده ملوش اي قيمه اصلا ومش لازم ان انا اعمله منصات. فالاصل في الجي اي بليدنج هو ايه؟ مليله مش هيماتيمسيس. لو انت طلعت من حته الابر جاي بليدنج مش عارف منك حاجه تاني. لما العين يقول لك برجع دم قال لك في مليله ابعتوا لي عملوا منظار، قال لك مفيش مليله قالوا زرعوا. يا اما انت تاكد عليه انت بتكح ولا بترجع العيال كتير جدا بيكح هو العيال ده عدى على اساتذه ليه؟ انه مش هو كده هو العيال بيامن كلمه انا برجع هو مش عارف فرق. انت اوت كونفيرم عليه طب الاكل طب يطلع اكل مع الترجيع طب يبقى لونه لون محروق انت لما تمس عاده ما بيبقاش فريش. الهيموبتس بيطلع دم احمر فريش
ليمونة لما تمسس عادة بيتهضم شوية في الأسيد بتاع الاستومك فيطلع شكله سبب قهوة كده، تمام؟ فالبن المحروق ده هيماتوليسيس غالبا، بلا بياخد سفير واكتف اللي هو اصلا انت مش محتاج مش هتتلخبط فيه، ليه؟ لان السفير والاكتف ده اللي هيجي احمر معاه ملينا فمحلوله شويه، انما لسه ملينا ما ظهرتش ولسه في شك، لا لو هو هيماتوليسيس هيبقى بني محروق. طلع لك احمر فريش ده يا اما مانر فايس دير ملوش لازمه بسبب السفير فوقي او ان هو هيموتاسيس، ده عيان بيروح شيست. زي ما بقول لكم الموضوع ده بيعدي على الناس كلها، بيعدي عليا شخصيا، تمام؟ فالديفينيشنز دي مهمه لان هي هتعرفنا هنمشي العيان ده يروح لدكتور شيست ولا دكتور جهاز هضمي. طيب اسباب الاول في الاي بي دي الاخر كده تشوفهم الناس دي حاجه من اثنين، يا فرسيه يا نون فرسيه، تمام؟ عيان هيباتيك والمشكله فارسس، يا عيان مش هيباتيك والمشكله مش فارسس والعلاج احيانا متشابه كتير جدا. يبقى احنا اهم حاجه هيباتيك كانسر وسيرجيال فارسس، سيرجيال كانسر وسيرجيال فارسس ده سبب رقم واحد في مصر والسبب رقم اثنين في معظم العالم، وبيرفكت كانسر ده سبب رقم اثنين في مصر والسبب رقم واحد في العالم كله، تمام؟ هنعرف ازاي؟ اول حاجه الاساس، اول حاجه كونفيرم اتاك، الكلام اللي انا قعدت اقوله ده كله ده اتاكد فعلا ده هيماتوليسيس ولا لا؟ هل هو هيموتاسيس ومعاه ضغط ومعاه ريزا ولا مش عارف ايه اللي هيعمل؟ تاني حاجه اساس تكنولوجي ويذر فيرسيل والنون فيرسيل، اتاكد هل هو فعلا هشوف بقى الاستجمات بتاع الليفر ديزيز، هسال عيالك كان عندك فيروس، اتاكد من فيروس، عندك بالهاريسيا، هبيعها الاساس ده. وهيكزامن العيان طبعا لو هو بالالترا ساوند عنده ليفر سيروز، عنده اللبس بتاع الليفر عالي، في هيبرتونيميا، كل الاستجمات ده بتقول لنا هو عيان ليفر سيروز ولا لا. يبقى ده اللي هيخلينا نمشي في سكه يا فارسيا يا نون فارسيا، تمام؟ ثالث حاجه اشوف الدارك هيستوري بتاعه، هل دخل ديك عجل؟ هل دخل نون سيروز؟ تمام؟ ده هيفرق، اي عيان لما تمسس بياخد نون سيروز، ده عيان بتراقب حتى مهما لو هو عيان حتى اسكيمت هارد ديزيز وفك الدوران. في لحظه الجاي بريدنج هيروح كل الانتي فايروس، تمام؟ لحد امتى؟ ما دي بقى نبعت الكونسلتنت يختلف فيها مع بعض، لكن دلوقتي هيوقف. رابع حاجه هو الفولتر ساينس. الفولتر ساينس هدور على ساينس اوف هيموداينامك انستابيليتي. اهم حاجه الهارت ريت اكثر من 100، الستروك هارت ريت اقل من 90، انكريز ريسبيراتوري ريت او بوزيشن هايبر تنشن. لسه الضغط بعد 10 ثواني او 30 ثانيه هتلاقي ضغطه نزل في الضغط، تمام؟ يبقى انا كونفيرم اتاك هاسس الكوز هوقف الانتي كواجل ورقم اربعه هشوف الفايتال ساينس. ده ابروتش كبير جدا يعني انا ما يهمنيش قوي، يهمني حاجه بس بعرف زي ما هو بيقول في الخطوه رقم 2 اشوف في اي ايفيدنس اكيد فرنسيه دي، هل هو فرنسيه ولا مش فرنسيه، تمام؟ فرنسيه يعني لو انا روحت وعايز اتصرف انا من الاخر سيبك من الكلام ده كله، ممكن تدي العيان جاست حاجه اسمها اوكتيفي باي اللي هو مش عايز يستفيد في السوق، وبي بي اي اي في وفلويدز. يبقى انا هجيب العيان اي في اكسس هسحب له صوره دم وهيموجلوبين، تمام؟ واشوف الفانتا فانتا ومع عليها بي فلويدز واديله التروفاي اللي هو اسمه تستفيد مع بي بي اي، تمام؟ طب ده ولا ما بتدوش يعني لو القرار ده لو انت بقى يعني هتاخد القرار ده المفروض هيك بيتاخد في المستشفى، بس عامة تيك ان مايند ان اي بليدنج حتى لو عيان في تروما ممكن تسحب له هوبر نتيجة ان العيان فقد هوبر فما تاثرش التركيز لان هوبر ده بيقيس التركيز، تمام؟ فتيك ان مايند لو عيان في اكتف بليدنج لازم تخلي اهله فعلا يبداوا يجهزوا الدم مش بناء على الهوبر. وهتجيب الهوبر لحد كام؟ لحد 8 لو هو عين سرودنج او على حد 10 لو هو عين كوابليك. اكتر من كده الراجل ان هو مش يعني المرتبط او المرتبط استثمار في الاطفال. يعني مش عارف مفيش تفاصيل كبيره هات كونفيرم فاكتور ساين هات اي في اكسس عشان تشوف في فلوز بس على الهوبر وريجا فانكشن نشوف الدنيا. اهم حاجه انت عايز تحافظ على حياه العيان لحد ما يجي الكونسلتنت ياخد قرار، تمام؟ ده المسج اللي انا عايز اوصله، مش عايز اي ديتيلز اكتر من كده. السبيسيفيك تريتمنت اللي انا ممكن اديه زي ما اتفقنا ريفرس انتي كواجلانت بريزنت، يعني عيان بياخد ورفارين او افو وفي بارتر كي، عيان عنده ميه الارض بتاعه اكتر من 1.5 هدي له ريش شو لازمه ادوه بلاتر سيشن زي ما اتفقنا لو هو مهم ان تمام هي اول ما حصل هو عندي كوفيد الدي بي اي والفيو بتاعه الفيجن والفيرس اخر حاجه ريفير على الاوبر اندستري.
ينفعش عيان يجي يقول لك انا رجعت دم وتقول له خد علاج وروح البيت، حتى لو اتاك مرض، حتى لو اتاك مرض طالما انت كونفيرمد ان هو هيماتيمس الفيرملينا لازم يعمل ابر التصوير. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان لو حد من ورا فعلا يديله النصيحه دي ما فيهاش هزار. الاكيوت لور جي اي بليدنج شبه الكلام اللي فاتنا في الشهور الجايه، ما عدا انا اقول بس الكروب ده بليدنج في الكروب صحيح في الغالب بيبقى مش شديد زي الابر، الابر اكبر شديد. انا عايز افرق بين حاجتين بس، هل هو البليدنج ده انريتال كوز؟ عادة بالعين يقول لك انا بعمل حمام وبعد الحمام بيجي دم، يبقى مسكون سبب في الغرفه الغلط. ده غالبا انريتال كوز. يعني ايه انريتال كوز؟ يعني ايه الفيشن؟ هيمورويدز. دي اهم الاسباب بالمناسبه. لكن لو العين بيقول لك انا الحمام نفسه مخلوط بالستوك بلاد ميكس للستوك الاثنين قوام واحد، ده غالبا رايت سايد تور، ده غالبا بيبقى بشكل غالبا ماليزنسي دايركت كلوز بشكل كبير، بعيد عن الانوريكتال اللي هي مشاكله تعتبر الى حد ما اقل. تمام. معلومه ثانيه مهمه في البيدنج بالريكتم، اي شود اكسكلود الابر جي اي بليدنج. احيانا السيفير ابر جي اي بليدنج بيبرزنت بليدنج بالريكتم، لو هو سيفير جدا والبلط كبيره كبيره جدا ما بيكونش منينا، بيكون فريش بلط، فاي شود اكسكلود الابر جي اي بليدنج بالهيستوري او بنارك برايل. مش كل عيان زي ما اتفقنا الاصل الابر جي اي بليدنج هو بلينا، ممكن عيان يبقى سيفير ابر جي اي بليدنج وجايب فريش بليدنج بالريكتم وشغل وما عندوش هيماتيزم. تمام. ده اتفقنا السيجنال مش ابر جي اي بليدنج بس خلينا لو بص فيه كل نص في اذا بص احنا في دوله وفيرا هاي انسنس اوف كانسر كولر ملوش دعوه بالسن 20 سنه 30 سنه عيان نزف، لو جالي عيانته وقال لي انا جاي بليدنج بالريكتم وطلع لي البواسير وظهري في ايده هعمله بالظبط. ما فيهاش ضرر. كميه العيانين ثلاثينات كانسر كول ما بيعديش عليها الفرن جبنه بالعيان 30 و40 سنه. تمام؟ فاحنا البلد انا بكلمك ليه؟ عشان تنصح اللي تعرفه. بليدنج بالريكتم ده شور انديكيشن ولو ايه؟ يعمل منظار نشوف ايه السبب. تمام؟ زي ما اتفقنا الفورس ده اهم اسباب البايز الشيما الفيشر النيومرس احنا نمشي بسرعه شويه علشان ما نطولش. احنا خدنا شويه من وقتنا. الايتم رقم ثلاثه اللي هو الكفالوجي. ايه هو الكفالوجي؟ مش مطلوب منك ان انت تشخص الكفالوجي وتتعامل معاه، ولكن هديك شويه فرنس عشان انت عندك بصوره واحده تلخبط شويه انا مش شايف. ايه هو الكفالوجي؟ دي نيورو سايكاتيك ديسوردرز اللي بتحصل في عيان الهيبات ديسوردرز. تمام. اهم حاجه فيها ايه؟ اكسكلود اذر كوز في السيرفر مش اصول، استبعد بقى ان العيان يكون عيان مايوباتيك وقتنا هتلاقي حاجه الانتفاض بريسبيتيشن فاكتورز اللي هي الهايبر فيما الدايوريتكس والانفكشنز. انا حاطط لي تو سلايدز. انا قلت موضوع الهيباتيك انكفالوباثي مش عشان حضراتكم تعالوا هيباتيك انكفالوباثي ولكن عشان الصوره دي. تمام. انا عايزك تعرف العيان اللي مش شايف اوفر الانفلوريد بيسموه التوفر اللي هو اي عيان سيروتك وجايه بتستربت سليبنج ريزم فماش بيعمل كويس في الدور بقى عصب زياده عن اللزوم بقى بيعمل حركات غريبه جدا هو ده العيان اللي في بدايه الانفلوريد. تمام. يعني لو جالك عيان سيروتك ان هو ما بيعملش كويس بقى عصب زياده عن اللزوم فماش مركز شويه في الارقام ما بقاش بيحسب كويس بيسوق العربيه وحاسس ان هو بيتوه دي الحاجات اللي انا بكلمك على الموضوع عشانها. خلي بالك العيان ده داخل على بدل الكفالوجي هو بيسموها في جريد زيرو او بيجام جريد 2. شايف ايه الكلام؟ كلام كله ملوش علاقه قصه العيان في غيبوبه. تمام. فده العيان ده انا مهتم ان حضرتك لما تشوفه تبدا له المانجمنت بتاعت الكفالوجي لحد ما يروح حتى للدكتور الكونسلتنت. ايه هي المانجمنت بقى؟ ان انا اشوف السيفتنج فاكتور اللي هو واخد لحوم اوقفها، لو بياخد دايوريتكس اوقفها، وابدا اعمل له باور كليننج عن طريق ان هو ياخد على الاقل لاكتيروز وهو بيعمل انيمات، وتاني حاجه اديله لوكال انتي انتبيوتيك اسمه ريفاكسيمين. يبقى ثلاث حاجات. اخر موضوع معانا النهارده معلش انا اوت اوف تايم الفورم الجي اي تي فورم باتس العيان اللي بلع جسم غريب، وده عاده بيكون في الاطفال او العيانين المنتالي ابنورمال. تمام. ده انا هقول فيه هند سريعه. الاول هند، لو العيان عنده اي ساين اوف بريشر ابراتوماتيز ابعته الجراحه.
البرين اكس راي هي الميثود اوف تشويس. لو عيل قال لك انا بلعت فورن بادي في الهيستوري مش عارف هو ايه, البرين اكس راي هو الميثود اوف تشويس. هاويفر ان صم بعض الفورن بادز, والاستاذ الدكتور احمد هشام يعرف اكيد احسن مننا, زي الوود والجلاس والبلاستيك احيانا ما بتبانش في الابتدائي ليميشن, ما بتبانش في الاكس راي, فنضطر نعملها سيتي. بس كيب ان مايند سيتي وذاوت كونتراست, الكونتراست هيغطي الفورن بادي ممكن ما يبينش. تمام, يبقى اكس راي بعد لو كانت حاجه انت عارف ان هي ليميشن هتعمل سيتي وذاوت كونتراست. تمام, القاعده رقم 3 اول استرجاع الفورن بادي لازم تبقى ريموفد اندوسكوبيكال. اي اكس راي شفت فيها فورن بادي بالاسوفاجس ده ايمرجنسي للمنظار. All chemicals, foreign bodies, and sharp objects should be removed endoscopically. لو هي accessible. يعني أي حاجة chemical زي الباتريز أو حاجة sharp ده برضو emergency. أنا بقول لك مين عيان اللي هيعمل منظار ومين العيان اللي هتتابع. يبقى العيان عنده سيرجري هيروح للجراحة. العيان عنده حاجة في الاسوفاجس هيروح للمنظار. العيان اللي بلع حاجة sharp أو حاجة chemical هيروح للمنظار. البلد foreign bodies زي الكوينت دي أشهر حاجة. لا دي ممكن تكون زي بعض. لو هي في الاستومك ممكن تكون زي منتظرها اسبوع اكتر من اسبوع لا. تمام, الشارب اوبجكت اللي عدى الاستومك لو انت في اكس راي اتكلم عليه, انا بعظمك عدى الاستومك ممكن تكون ايه ان شاء الله. لو عدى الاستومك مشكله الدفريشن قليله جدا, هي بتحصل اكتر في الدوجنال او في الاليسيكال فالف او في الريكتال, فانت تابعه شكله في الاكس راي. معدي الاليسيكال فالف انت مطمن, معدي الدوجنال انت مطمن. لاحظت انه بعد كل 24 ساعة تعمل اكس راي, ف 24 ساعة وقف عند مكان من الاماكن دول واساسنا في الاشعة اكيد يعرف يحدد الاماكن اللي شوية عندنا اكس راي. لا العند ده شوف دي مانج او يتحط اندر اوبزرفيشن اكتر لانه هو ممكن هيتخرب غالبا. تمام, اخر حاجة دي صورة الطريق اللي كنت بروح فيه في اليابان كل يوم في المستشفى. بصراحة شكله كان شعري جدا, انه البداية كنت قاعد محبط جدا من الموضوع والغربة. كان شكل الطريق بشكل شرق, يعني شكل وحش جدا وحش, وحاجه كتير وحشه. بعد كده مع احتاج وربنا يرزق كمان حسن القصر, الحمد لله هي مش مجهوله جدا بوقت فراغ. الشكل الموضوع اتصور جميل حتى ولا عارفه ان الواحد مع التعب ربنا في الاخر بيسر الدنيا.